مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير أحبتي. بنطل عليكم للمرة السابعة الحمد لله على التوالي. أتمنى أني إن شاء الله يا رب أكون ضيف خفيف عليكم، وأقول لكم يا رب رمضان كريم علينا جميعا. الحمد لله أنه ربي بلغنا هذه الأيام الفضيلة، ويا رب تكون ليالي كلها عليكم جميلة. رمضان موسم يتكرر علينا مرة كل سنة. بالنسبة لنا كمسلمين نعتبره شهر استثنائي، لأنه فيه الركن الرابع من أركان ديننا وهو الصوم، وكويس الواحد يخصص فيه حاجات تتناسب مع خصوصية الشهر الكريم. يعني تبدأ يومك بتلاوات قرآنية، وتتابع لك كم برنامج ديني وكم مسلسل، تفطر وتفطر صايمين، وتتصدق على المحتاجين، تروح على الأماكن التراثية، تأكل أكلات شعبية، وتختمها بأحلى جلسة مركزية ارحم أيام الحارة الحلوة، فيها أصالة الماضي الجميل وجمال الحاضر الأصيل. اتحركوا في رمضان، لأنه رمضان مو للكسل والنوم والقعدة، رمضان كله حركة وبركة وسجدة. وهذه كانت كلمتين مع أخوكم زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.